السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، كنت عايز لحضرتك سؤالين. سلي. السؤال الأول، إن في عندنا في المسجد، في مسجد في البيت عندنا، فالمسجد دوت كان ليه إمام. الإمام انقطع فترة وجي يعني جيش إمام تاني، شيخ تاني، بس كان يعني بيحصل فيه بدع كتير، فإحنا ألزمنا الإمام الأولاني إن هو يرجع، بس جمعنا له راتب يبقى كل شهر مرتب كل شهر، بحيث ان هو يصلي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وعامل مقرأة، فيجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب السؤال الثاني، في ورق بيطبع دلوقتي وبيتوزع، مش عارف يقولك خادم صاحب مفاتيح الكعبة رأى رؤية ان مش عارف هذا إيه. هذا تخريف. الورق الذي يأتي مكتوب فيه أن أحمد أو شخص يدعى أحمد خادم مسجد رسول الله رأى رؤيا، وأن النبي طالبه فيها أن توزع هذه الأوراق وبشر أمة محمد ببشارات، والذي يوزع الورق سيناله من الخير كذا، والذي لن يوزع الورق سيناله من الشر كذا، كلها خرافات وخزعبلات وترهات يجب أن نتعالى عنها وأن نتنزه عنها. فآن للعقول الرشيدة أن تستفيق وأن تترك هذه التخاريف وهذا الهوس الذي يضحك به على المسلمين يوما بعد يوم. هذه صور من الدجل وصور من الشعوذات، ولا ينبغي أبدا أن نجزم أن من وزع ورقة له من الأجر كذا وكذا من الثواب، ومن لم يوزعها سيحل به من البلاء كذا وكذا. ف أذكر بأمر آخر، ألا وهو أن الشيخ الراحل عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أهل العلم المشهود لهم بالخير والصلاح والفضل، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه وعلماء المسلمين فسيح الجنات، له رسالة طيبة جدا في تفنيد هذه الوريقة التي يوزعها الناس والتي منسوبة إلى أحمد خادم الحرم الذي لا يعرف، والله أعلم.